مثل ما معروف بأنه خلال الحرب يلي عم بتكون على غزة، الحرب الإعلامية هي حرب موازية وإلى أهمية جدا كبيرة، وبين الإعلام على الواقع الافتراضي وبين الإعلام التقليدي كان هناك الكثير من التساؤلات والكثير من القيود والكثير أيضا من الخطوط الحمراء اللي جاوزها الاحتلال، وأيضا قدر يتجاوزها الإعلام الافتراضي ليوصل بعض الرسائل والمجازر يلي عم بتصير بحق الإعلاميين وبحق أهلنا بغزة. تماما سلمى، وللحرب الإعلامية إلى دور كتير كبير. كيف بتندار الحرب الإعلامية أثناء الحروب، وقديش إلى آثار نفسية وأهمية الإعلام في القضية الفلسطينية؟ لنحكي أكثر عن هذا الموضوع ونتوسع في معنى ضيفنا لليوم الصحفي والكاتب نعيم إبراهيم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أحييكم وأحيي أسرة البرنامج و من خلالكم كل كادر الإخبارية السورية. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك أستاذ نعيم. يعني اليوم معروف بأن الإعلام هو أولى وسائل الحرب اللي ممكن تعبر عن أي شيء وتعطي وجهة نظر، وأيضا الإعلام ملام جدا، هل يستطيع إظهار الحقيقة أو لا خلال فترة الحرب؟ فبرأيك كيف عم تشوف التغطيات الإعلامية بشكل عام بين الدول العربية والدول الغربية بقضية الفلسطينية؟ بداية، العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني بشكل عام ومن خلاله على أمتنا العربية، يعني هناك محطات صراع طويلة منذ 75 عام ويعني فعلى ذلك ما زالت المعارك مستمرة بأشكالها المتعددة يعني، ومن ضمنها طبعا المعركة العسكرية والتي توازيها كما تفضلتم في التقديم قبل قليل المعركة الإعلامية. المعركة الإعلامية اليوم يحاول العدو الصهيوني أن يخوضها بشراسة حقيقة، كما هو يفعل في إطار التدمير الممنهج لقطاع غزة بكليته أرضا وإنسانا. ولذلك نرى كيف يحاول أن يخفي كل ما يرتكبه من مجازر، وبالتالي يمنع الرأي العام حتى داخل الكيان الصهيوني قبل الرأي العام العالمي من أن يتابع. ولاحظنا في الآونة الأخيرة هناك العديد من الخطوات التي اتخذتها الجهات المعنية في الكيان الصهيوني لمنع المستوطن الصهيوني أو الرأي العام بشكل عام من متابعة كل ما يجري في قطاع غزة، وخاصة متابعة أيضا عملية طوفان الأقصى وما تركته من تداعيات نفسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية وأمنية واستخباراتية على الكيان الصهيوني الداخلي. لذلك يعني بات يعاقب كل من يتابع، بات يرصد كل من يحاول أن يتخذ قرار أو موقف ما من التطورات الأوضاع داخل الكيان الصهيوني بتداعيات معركة طوفان الأقصى التي تركتها على كل الصعود في هذا الكيان. وبتنا نرى كيف أن هناك هجرة من الداخل إلى الخارج تتكثر يعني في يوم إثر آخر، ولذلك تحاول سلطات الاحتلال الصهيوني أن تمنع وأن تغطي كل الهزائم التي تتعرض لها. بالمقابل هي تحاول أن تقنع الشارع الغربي اليوم العالمي، الرأي العام العالمي، بأن ما ارتكبته المقاومة الفلسطينية هو إرهاب، هو جريمة ضد المدنيين في الكيان الصهيوني. وهذا طبعا يعني كان في السابق للأسف هذه الكذبة وهذا النفاق كان يمر على الرأي العام، كون أن هؤلاء كلهم في الرعيل الأول أو الأجيال السابقة كانوا تحت وطأة البروباغندا البي بي سي وغير البي بي سي في تلك المرحلة، وإلى الآن يعني بعض القنوات المغرضة وبعض القنوات اللي تشارك في ارتكاب الجرائم وبشكل أو بآخر وتحرض ضد القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية والحقوق العربية. لذلك الجيل الجديد اليوم في الغرب بات يريد أن يتلقى أجوبة حقيقية، ما الذي يجري؟ فلسطين من هي؟ قضية فلسطينية ما هي؟ هل وجود الكيان الصهيوني أو ما تسمى إسرائيل بين مزدوجين، هل هو وجود شرعي؟ وجود حقيقي؟ هل هي دولة حقيقية؟ هل لها مستقبل على هذه الأرض؟ لماذا الكل يحالف
هذا الكيان ضد القضية الفلسطينية وضد الشعب الفلسطيني والأمة العربية. الجيل في الغرب اليوم من خلال المظاهرات التي رأيناها والمسيرات وكل الفعاليات في غالبية الشوارع الغربية تدل على أن هناك حالة من الوعي، حالة من الاستنفار، حالة من النهوض تصب في كليتها لصالح تنمية الوعي في الغرب، وبالتالي إدراك حقيقة القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر ومن تدمير ومن حرب إبادة على كل الصعد. وبالتالي صارت هناك في يعني لنقل أنها مناكفات مبدئية ثم تتطور إلى مواقف جماهيرية، مواقف حزبية، مواقف سياسية ومواقف رسمية في بعض الدول الغربية ضد القرارات والمواقف لكثير من الدول الغربية التي تحابي الكيان الصهيوني وسياسة الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة التدميرية ضد هذا الشعب، عكس ما يجري في الشارع العربي اليوم في كليته للأسف إلا من رحم ربي. هناك حالة موات في الشارع العربي، لا يوجد أي نهوض، لا يوجد أي مشاركة، لا يوجد على الأقل من خلال بعض المسيرات، من خلال بعض الندوات، من خلال بعض الفعاليات، إلا بعض الدول الاستثنائية في سوريا ومثلا يعني من الدول الإقليمية إيران وغيرها من بعض الدول يعني في المغرب العربي في تونس وفي الجزائر إلى آخره. بينما في الخليج العربي لم نرى مطلقا، في بعض كثير من الدول العربية لم نرى يعني مثل هذه تعتيم كلي، قمع لأي مسيرة، قمع لأي مظاهرة، منع أنك أنت تقول رأيك وبالتالي تساند القضية الفلسطينية ولو معنويا ولو بأبسط الأشكال. للأسف هذا شيء محزن، وبالتالي شيء يعني إن دل على أي قضية إنما يدل على أن هناك من يشارك في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير وتصفية القضية الفلسطينية. تمام، يعني قديش اليوم مهم دور الإعلام الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهل العرب قادرين على أنهم يخوضوا هاي الحرب الإعلامية اللي عم بتصير؟ طبعا العرب قادرين، وقادرين أكثر من أي وقت مضى. إذا كان هناك جدية في اتخاذ أي قرار على الصعيد الإعلامي على الأقل، يعني اليوم مثلا هناك قمة عربية للزعماء العرب في الرياض، طيب لماذا لا توازيها قمة إعلامية عربية؟ هذه القمة الإعلامية يعني ينبغي أن يكون بندها الأساسي هو العدوان الصهيوني على قطاع غزة، كما هو البند اليوم على القمة العربية والعنوان الوحيد. لماذا لا يتداعى كل الإعلاميين، كل الجهات الإعلامية في الوطن العربي إلى مثل هذه القمة، وبالتالي اتخاذ قرارات حاسمة في المشاركة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وبالتالي توضيح حقيقة ما يجري اليوم من صراع وجودي على أرض فلسطين وماذا يستهدف المشروع الصهيوني، وبالتالي حقيقة المشروع الصهيوني، حقيقة وجود الكيان الصهيوني على أرض فلسطين. ينبغي أن نخاطب الرأي العام الداخلي العربي بحقيقة الأمور، نقل الوقائع كما هي، عدم التزييف، عدم النفاق، عدم محاباة الكيان الصهيوني، وبالتالي عدم الانجرار إلى سياسة التطبيع مع هذا الكيان، وكأنهم يريدون أن يبنوا أمجادا على دماء الشعب الفلسطيني وأبناء الشعب الفلسطيني بالتكنولوجيا التي يتحدثون عنها وبحرية الرأي والتعبير، وهم ينافقون في كليتهم يعني الأعظمية إذا جازت التسمية في الرسميات العربية للأسف. ونحن يعني الإعلام الرسمي العربي بات متأخرا جدا عن المنصات اليوم وعن الفيسبوك وبالتالي وسائل التواصل الاجتماعي مجتمعة، بات متأخر حقيقة. وما يدل على ذلك أننا بتنا نرى اليوم يعني كثير من المسلسلات وكثير من الدراما وكثير من البرامج بعد أن تعرض على الفضائيات تعرض على الفيسبوك وعلى المنصات. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن لهذه الأخيرة التأثير الأقوى اليوم إعلاميا، ومخاطبة الرأي العام، مخاطبة الوعي العربي في الشارع العربي. لذلك يعني الإعلام العربي قادر أن يعطي، قادر أن يقدم إذا ما كان هناك قرار صارم وقرار حقيقي. وبالتالي تتاعى الإعلاميون العرب من كل أقطار العروبة من المحيط إلى الخليج إلى قمة
واتخاذ قرار حاسم أننا نحن كإعلاميين مع الشعب الفلسطيني، مع القضية الفلسطينية، مع سوريا، مع محور المقاومة في المنطقة، ونؤثر على الشارع، نستنهض الهمم، نستنهض الذاكرة، يعني كما يقال خلينا ندعو دائما لتنشيط الذاكرة العربية التي باتت اليوم في حالة من الموات. الإعلام له دور كبير جدا وهو سلاح ذو حدين، إما أن يبني وإما أن يهدم. لا، إحنا المطلوب أن يبني اليوم في ظل البطولات التي تخوضها المقاومة ومحور المقاومة، وبالتالي التصدي للمشروع الصهيوني في هذه المعركة الفاصلة، إما أن نكون وإما أن نكون، هذا هو ينبغي أن يكون الشعار. يعني أستاذ نعيم، معروف أن القضية الفلسطينية استطاعت وبالذات خلال عملية طوفان الأقصى أن تغير مجرى العالم، حتى العالم الإعلامي، يعني كل من كان صامتا لابد أن يتحدث، وشفنا تغطيات مختلفة على محطات كثيرة وقنوات كثيرة، وحتى السوشيال ميديا التي كانت هي وسيلة لهم أصبحت وسيلة عليهم، من خلالها تسربت كثير من الفيديوهات إلى الغرب، وكثير من الجرائم تم تسريبها إلى الغرب من خلال طبعا وسائل التواصل الاجتماعي. أهمية ما يقدمه أيضا الإعلام السوري، يعني نحن معروفون بأن بوصلة الإعلام السوري منذ البداية هي القضية الفلسطينية، رغم سنوات الحرب التي مرت علينا، ولكن هناك كما يقال مبادئ ثابتة لدينا. أهمية الدور أيضا للإعلام السوري في ما يحدث في طوفان الأقصى. سيدتي الفاضلة، هذه الثوابت السورية هي التي يفتخر الإنسان العربي بها اليوم. ولو كانت سوريا حقيقة تريد أن تكون سنغافورة الشرق الأوسط لأرادت، وبقرار بسيط وسهل أن يذهب القادة في سوريا وأن تذهب سوريا مؤسسات والدولة وجيش وشعب ومنظمات شعبية وأهلية إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني والموافقة والارتماء في أحضان الكيان الصهيوني. لو أرادت ذلك كما يعتقد وكما يزعم البعض في الرسميات العربية أن هذا التطبيع سيؤدي إلى نهضة، سيؤدي إلى شرق أوسط جديد، شرق أوسط كبير أخضر، أين هي عملية الإخضرار في هذا الشرق في ظل قيادة الكيان الصهيوني للمنطقة التي يحاول أن يتزعمها يعني منذ عشرات السنين على مدى الصراع مع هذا الكيان. سوريا اليوم عبر إعلامها كما هي محاصرة كدولة وكمؤسسات وعلى كل الصعد، الإعلام أيضا محاصر في سوريا، وبتنا يعني ندرك تماما لماذا لا يريدون أن يقدموا لسوريا كل وسائل التكنولوجيا. هناك بعض الأمور الحساسة جدا مطلوبة في سوريا، لكن الحصار يمنع، يعني آلات وتكنولوجيا وأساليب أخرى متطورة، لكن يعني مع ذلك سوريا بكل هذه الإمكانات البسيطة على صعيد الإعلام استطاعت أن تجاري المعركة العسكرية على مدى سنوات ما يسمى الربيع العربي، العدوان الوحشي الذي ارتكب ضده وما زالت تداعياته مستمرة حتى الآن وربما تستمر لسنوات طويلة مقبلة. الإعلام قدم ما لديه بكل ما يستطيع، الإعلامي السوري اليوم كان له دور كبير حقيقة، وبالتالي هو كان في ساحة الوغى وكان في الميدان وكان في الاستوديو وكان في الشارع بكل ما يملك من قدرات وبكل ما يملك، وهناك حالة من النهوض، هناك حالة من الوعي لدى الإعلام السوري أكثر من ذي قبل بضرورة التمسك بالثوابت والمبادئ التي نتحدث عنها دائما مهما كانت التضحيات ومهما كان الحصار. هذا وقتي عاجلا أم آجلا سيرفع، ولكن أن أرضى بالتطبيع والهزيمة وأن أرضى بالذل مقابل أن أتخلى عن ثوابتي وعن قضيتي، والقضية الفلسطينية هي القضية المركزية لسوريا ولدمشق ولحزب البعث العربي الاشتراكي وللمجتمع الأهلي وبالتالي للجيش ولكل مفاصل الحياة في سوريا. لذلك كان الإعلام محاصر وقدم رغم ذلك كل ما لديه، يشكر عليه، ولكن مع ذلك نقول ينبغي أن تكون هناك فسحات من الحرية في التعاطي، أن يعطى الإعلام السوري المزيد من الفسحات
عرفتي كيف؟ أن يقدم له المزيد من الدعم صراحة. يعني لما لا تكون شبكة مراسلين دولية بقدر ما يستطيع الإعلام السوري أن يقدم في فلسطين اليوم، بدل أن يكون هناك مراسل واحد أن يكون هناك شبكة مراسلين في الدول العربية، في سوريا، في كل المناطق الجغرافية السورية، أن يكون الإعلام السوري هو مصدر للخبر، أن يؤخذ عن الإعلام السوري، عرفتي كيف، تطورات الأوضاع، وأن تنقل الوقائع على حقيقتها بكل اللغات، بكل اللغات ليس باللغة العربية فقط. وهناك أقسام، هناك العبري وهناك الإنجليزي وهناك الفرنسي، وهناك يعني موجود، ينبغي أن يتم تفعيل كل ذلك وتقديم كل التسهيلات والمادية والمعنوية والتكنولوجية وكل الحوافز حتى يقدم الإعلام السوري أكثر من ذي قبل، رغم يعني ما يتعرض له من حصار، لأننا دائما نفكر بالحلول البديلة. نحن قادرين أن نبدع كحلول بديلة وهي موجودة، لكن بحاجة إلى قرارات صريحة، بحاجة إلى خطوات صريحة من قبل المعنيين أصحاب القرار في سوريا على هذا الصعيد. تمام، شو المطلوب اليوم هيك بسؤال أخير لنتفوق إعلاميا أو بالحرب الإعلامية على الآلة الإعلامية الغربية؟ بكل تأكيد إذا أردنا نتفوق سيدتي الوحدة، دون الوحدة لن يكون هناك تشرذم يؤدي إلى الهلاك، القطيعة تؤدي إلى الهلاك. وبالتالي إذا كان الإعلام السوري والإعلام العربي واللوم مخصص أكثر إعلام محور المقاومة ينبغي أن يؤدي أكثر من ذي قبل. يعني هناك هفوات في إعلام محور المقاومة، خلينا نكون صريحين يعني بهذا السياق، في تقصير في بعض الجوانب، لكن المطلوب أن نقدم المزيد من الحوافز وأن تكون يعني الآلة الإعلامية العربية ومن ضمنها السورية ومحور المقاومة أن مطلق الحرية لها. لا أحد يخاف، ما في شيء مخيف اليوم في ظل وجود المنصات وفي ظل وجود الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، بات كل شيء معروف، ما فيش أسرار، يعني ما في شيء مخبأ كما يقال. يعني إذا أخبأت أنا شيء ممكن المتلقي بيروح بيشوفه على أي منصة، بيشوفه على الفيسبوك، فلماذا لا، خليني أكون أنا صريح، خليني أقدم بشفافية، خليني أقدم بموضوعية، أقدم كل التسهيلات، أقدم كل التقنيات، كل التكنولوجيا، تعالوا لنتوحد، تعالوا لأن تكون هناك سياسة إعلامية في محور المقاومة وسياسة إعلامية عربية ناجحة قوية موحدة تستطيع أن تقاوم الإعلام الغربي، الإعلام الصهيوني، الإعلام الأمريكي الذي يحاول أن يحابي الكيان الصهيوني ويقدم له كل التسهيلات وكل الدعم. نعم صحيح، لكن مثل ما تحدثت حضرتك بالبداية هناك قيود كتير وحصار على الإعلام السوري أيضا على إعلام المقاومة، ولكن مع ذلك استطاع خلال هذه السنوات أن يوصل الكثير وأن يقلب الموازين من تغطياته. تحية لأرواح شهدائنا في الإعلام الرسمي وأيضا في الإعلام المقاوم، للأسف انتهى وقتنا، بنشكرك على وجودك معنا. شكرا لكم والرحمة لأرواح الشهداء والزملاء الإعلاميين. شكرا ولمن 25 أو 30 صحفي اللي استشهدوا في فلسطين اليوم في ظل هذه المعركة، من خلالهم لكل أرواح شهداء أمتنا ولكل المناضلين ولكل الأحرار ولهذا البلد الصامد الذي نفتخر ونعتز به. شكرا لك، شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية.